وحسود واتان رضي الله وربحي نبسو قاري هبيك نعاو وهدلك إياه دولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بدأ ودور كرون وركي إن هبيك نعاو ويحقا تلفزيشن كان عاو كمد مدحولها جمو جدا أهنا مدح سرع إذن ودلك إياه مانتا إردها أفري بريقاد عصب ولوسمي إذا كجدر ماريجا أو لغبسي دقمدا دمير جوغا أقول دي قدنا عاه دقان كيقا بسنس دجيركا عالان كايا مانتا فردي كويشي معد كفنكا إيجبوتي مارينتا أفريكيا لدقالان كاكنا عده أيا مانتا لدحو سيجبوتي وأكتم غدون تان ورقا يغا هبين كان عاو حقا تلبيشن كا ورقي ودن بيلي إيه سمالي ده إنتاسي ووركي أو كوبان هاتن مه إساقلي أو دن وركي دلكا مدح بلها جمهور جدا أهنا مدح سرع إذا مدح أي مدن إسماعيل عمر جيلي أيا مانت إردها أفري سلق أصب ألوس ليب إذا كجدر مريق دلك أو لغب سي دمدا دمرجوك وحانه مناسبة داسي وجوبي أغار كمد المسؤولين تا دلك سيدا رزل وزارها دلك دليتا محمد دليتا مريوده مدحوينها أهل مريكو دلك أمر وخبر محمد حيد وهالك سيكو سودا ويني رزل وزارة دليتا محمد دليتا سبحان خرطان كهمان تا سلقة مبرجات كأصول عيدا كجبر ناري جاء دلك دمدة دمير جوب أي تهيا مدكو صار فنسدي أصول لوسو بالهاب أما كأبدك إيا ولي بالا دقالان كا وحيا بها كونترا بون كا وعنا الكاسي مناسبة داسي ما انتها ليسي أصول دوين قيل إيا قايل إيا ولي غا إيا عرو هدية دقنا أولي بسو دوين مدحوينها جمير جدا إيا ولي مدح دي كلاوي تشوتي مناسبة داسي مدن إسماعيل عمر جيله أهنا مدى حصرة إلى مدى دلك وحوكي قاتل صلاة شرف فطيب كم مدى عيدة جبر الناري إلى دلك وعلى مناسبة داسي مانتا فريتان كاه بريقات كعصوبة جبر الناري إلى دمير جوغ وشوري وكقيم قاتل مرودة مدى حوينها أهنا مرودة كوال دلك مرو خبر محمود حيد رزر وزارها دلك دليتا محمد دليتا أتليها إذا مدى جبر الناري إلى كورنيل عبد بغور حسن مدى حأمان كقران حسن سعيد خيرة حكومة كمدة حكومة ده بارلمان كا وكيل لو كصعدة بناء بشر الرئيس كه دنجريال شا أصل بيا وضم ده عالم كا تبوت يه هذا عالم يجب إيه ولي بس راكيل كمدة إذا مدة كل ول بلكا بريدات كا سيع صوب ما تا بدر كا لقى شرى وها ويه هاي مدة اللي بس يح جنايا أرمها أما كا بد كا إيه ولي بد بناء على دجالن خير يبها كونتر بون كا تليها إذا مدة جندر مهري بلكا كون العدد بغرة حسن وكه من مناسبة داسي وها وشيء إن بسمها بريدات كما أصب ويهي عصي يكسو يري أما كي مدي ملحوينها جمهور يدد تاسولوح ودا عصي كي مدي أددكا أريدكا كنو لدغمدا سيا دميتو كورنال عبد بقر حسن وها أوسي أدا أشيغي إنو كفر حسن يهي مانتا هرقلنتا بريقات كاسي عصي جدر ناري دا إيه لغفري دغمدا دميتو وحانا أشيغي إنو بحين دوان حوشا لئي مدي إيدا كجدر ناري دا دلكا Et le transfert du même village vers Demerjog, la région est caractérisée par une insécurité réelle et une activité illicite du trafic en tout genre. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle brigade, qui est la plus grande et la plus importante, tant en effectif qu'en superficie, la gendarmerie nationale est à nouveau présente parmi vous pour vous apporter toute la sécurité. مدحوينها جمهور جدا مدن إسماعيل عمر جيلي أو كهل فريتان كي بريجات كنا عصبة إلى خد الماري قال الله غفر الدمدا دمرجوك أيوة حي كل بوري الشيء قرير دمرجوك إن كقاب قاتان دور كي كل يين دنت بده هنف ذلك وحن الذين هم بليين يا مرشع عصبة الذين فري وحن سيان لنا هاي مرشع سوى حي قيمة كوية لندنتا waxa ay wax ku wax tarkeeyo muqan doona hadii dadweynuhu soo dhaweeyo
حديد المينها وضيّرها رجل الدورتي يا هوينك الدورتي الجبل كانوا بشي أي سود ويان أي لشقيان أي دتك ورالها أن هاي حولها سود جليين ودل كينا أي تصان إن أيهين دت وحلا قشن كرو وحلا وآميني كرو دل لو سيحن كرو أما لغا سيحن كرو همينكي يدو عولها دي أي ميل ونقسن كوية لان وحي إلا لنا يمسؤول كي هنا وإلينك أدي أبجان دارم تين كل دين نكرم إيسان أدي هنا ددويني ونيل شقيني أدي ددوينا هاي يهدين كو عميز كسور دوانين كونت ربان كأل كان مرأي ودن كينا دقالي إيسا أودن يعني الدباتون كوغي سنية هدي أنا إذنكو دوينو أنا لكو لحين أما أنا لشقيني وحس وح مرأي ما شمع جاندارا كنا كل دي أحبك كلمة قولك ذلك جعيل كيسة وحويا وحلو موجيا نوع يالبا سبغا يالبا موجيا أي وهو الرئيسو إن أتكا إلى لسو وحا أب نفتا أتكا إلى لسو إن أتكا إلى لسو وحي حمان كاني إن أتكا إلى لسو وحي عيد كاني إن أتكا إلى لسو وحي جريمة كاني إن أتكا إلى لسو وحي دباتوين دقالة كاني إن أنا أتكحشو من إن أتراهو ماشي أنا قال وما قوري وحا أتكو سمين سيكا جوسو إن أتراهو لو لد أبو كنتو جاندارن كأبو شاكتو أكو حبيسو أو هرجو ستو أتراهو سورو ينيسو إن أدلكي وحا أتكو سمين إن اللي راهو وحا أتكسي جيسو دو لد أبو علي ما حكا أقل ما أسكري باتن ما نغنس ودن كهدين لغض إلى شمي وايو وهو ذا ربني نجيبين مركا وانجين هم بليين يا غير لما يجوغ ذاتهم وعن الله مستقبلك أدب يدين كفي عنه ذاتك إن حلق نجوغ هدي أي تعبيره هدي أي تعحوال بغته هدي أي تعبير كلون لي هدي أي تعي ماشا إنك حولها أفريكا دبري دمانتي لغا دورتي لو دورتي دالك درادي لو دورتي نبدلين إيسا لو دورتي دقناشي إيسا لو دورتي حسلولي إيسا لو دورتي لو دورتي إنه نغضو حرون حرون تا قبل كان دمانتي ودنا ذا عربتا لو غدري كرحولو عافمات قبا لغسو شقيي يعني او لأميني دولدي ودنا ذا جوغي بمانتو مدمد بيسكو دبا مرين اي راهدين هل كان امبان حولها كي مادا ان قابلين اما ان ودن هيغ او قلنا شرف وين بين موتايتا سيد رادين انا دي لغو اتكيستو إن لو أدكيستو أو كالسوني دا لحجيو ويهن وحا أنكو دغالينو إن هولا إنتا لأيو بحنينو إن رجع جاندارنا دا وحالكا أوكيانينو إن جعلنا هاي إما أي يغنا دوركو بكعياران نبت قليلا إيو حسلوني دا إيو دتك كالسوني كو أبورك أول كيجو أنكو سوكو ريا hambaliyo mar labaad hambaliyada waxaa leh taliyaha ciidamada gendarmeriga iyo ragga la soo shaqeeyay dadweynahana waan hambaliyeynayaa madaxdoodana waan hambaliyeynayaa jamhuuriyaddu aan noolaatana waan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha jamhuuriyadda halkaasi uu si rasmi ah u furay xaruntaasi cusub ama buugaadka loo sameeyey ciidanka gendarmeriga dalka ee laga dhisay degmada dameerjoog waxaana halkaasi madaxweynaha iyo madaxweynaha madaxweynuhu khadrad maxamuud xayid iyo dhammaan mas-uuliyiinta u jooday munaasabadaasi ay soo indhayeen waxyaha kala duwan ee xaradaasi cusub ama saldhigaasi cusub ee loo sameeyey ciidanka gendarmeriga ee dalka taasi oo madaxweynaha laga siiyey micnooyin kala duwan adeegyada ay qaban doonto
أبدي جه دقة عن كواخر صارى قبل قبل صدوجير كا على كوكب بغل بشه جوا سوسة عطاء أيام ما أنت أوفر يستسى أبو وده هلان هل كاي مريان حول هلا يبلدي أفضل جالي أو كذا أيام ما تحنعت كا فن كا إيش بوتي أيام وها أو كل يي فضل جالي أو ده دين يي وزير كوفا فين تلا دقة عن كا علي عبد الفارح أو سيد بدمية كا أبدي جه حاجة دقة عن كا وحنا وجودي رزق وزاره هذلك دليلته محمد دليلته أو سبع قدوميها أبديك قرن قبنا قبضة دبل دقيقة كذا دولا لقبنا يو على كاب وحاطوتي يريد وزير دقة بسنكم أنت عارمها هواك مروا عشان محمد رابلي يو قاركم دعاء سنيا شلامها كذا دولا وزير دوافع فينتا يو بقنا كا ذلك سدا إرتبة ذا يو معد كفن كإيش بوتيل ورجل سلاناسيون iyo wariga wakiilka kasoo fanaaniinta dalka waxaan halkaas ii soo bandhigay gudiga micnaha kala duwan oo ku saabsan halka hawlaha ay marayaan sida laga warqabo sanadkan hadduu ee baraalo ka noqdo waxay noqon doontaa soddon jirkii calanka waxaana dalkeena loo diyaar galay in si ka ballaaran kuwa hore loo dabaaldego waxaana gudigaasi maanta loo soo bandhigay sawirka astaanta uu noqon doono السمك كان سبجيكا علانكا تاسي او اي داودين صور كاسي او اي سكرا اين بدغري ان او نغو صور كا السمك كان نغانا ياستان وعال كاسي كل يقيه يسو كوخ دا فرانين كدال ير اي معد كا فالك اي جبوت fadhi ku saabsan daryeelka dhismayaasha taariikhiga ee dalkeena ayaa maanta ka furmay guriga ummada ee caasimadda Djibouti falada warkaasi waxay noo haya Yasiin Gash fadhi ku saabsan sidii loo dhawri lahaa loona daryeeli lahaa dhismayaasha taariikhiga ee magaalada ayaa saaka lagu qabtay guriga ummada ee caasimadda Djibouti fadhigaasi waxa daadihiinaya ra'iisul wasaaraha dalka Dileyta Maxamed Dileyta waxaana ka soo qayb qaatay wasiirka hoyga iyo magaalaynta mudane Cilmi Cabsi oo Cais wasiirka warfaafinta dhaqanka qaabilsana boosa isgaarsiinta ahna fayaanka xukuumadda mudane Cali Cabdi Faarax xogayaha guud ee wasaaradda hoyga mudane Abubakar Bucaale oo Cais agaasimaha hoyga Marwo Aamine Cabdi Aadan agaasimaha wakaaladda ADTP mudane Khadar Ismaaciil Ageele xubno ka soo xukuumadda diblomaasiyinta wadamada shisheeye u jooga Djibouti waqtiga ka socda hawlada caalamiga iyo waliba shakhsiyaad badan afadigani ku saabsan sidii loo dhawri lahaa dhismayaasha taariikhiga ee magaalada Djibouti waxa uu qayb ka yahay horumarka dhaqan dhaqaale ee dalkeenu higsanayo waxana uu aasaasi karaa dhaqdhaqaaqyo iyo soo xagga dalciiska iyo waliba tamashlaynta intii lagu guda jiray afadigaasi halkaas lagu soo bandhigay hawlada barsaada oo ku aadan dib u habaynta iyo wadada sidii loo daryeeli lahaa dhismayaasha taariikhiga ee magaalada sidoo kale afadigaasina waxa lagu soo bandhigay codsiyaal kala duwan ku saleysan sidii loo meeldhigi lahaa siyaasadda ku wajahan daryeelka hantida dalka wasiirka hoyga iyo magaalaynta mudane Cilmi Cabsi oo Cais oo hadal gaaban ka jeediyay afuritaanka afadigaasi wuxuu cadeeyay in loo baahan yahay in la daryeelo dhismayaasha taariikhiga ee magaalada kadib waxa halkaasii ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka oo isagu daadinayay fadhigani mudane Dileyta Maxamed Dileyta waxaana wari et de sauvegarder sont chargés d'histoire ils donnent une farahad adara ayay ee tahay in maanta aan idin kala qayb qaato afadigani ku saabsan sidii loo daryeeli lahaa dhismayaasha taariikhiga ee magaalada armahantii dhismayaashaasi waxa ay ka turjumayaan taariikh hore oo ku lifaaqan dhaqanka dalkeena waxa kale ay ka marakacayaan
او اي تلمانيان بلعده دالكينا ماها او قرى كوو تاريخ كفردية بلس وحا كلو ايهين او قيم اي كاقاتان ادقالها اي ملوشا بلشدا دالكينا وحا كيالا بسميال قديمي اح او اباهم الا دريالو لنا دورو هدو نقطو دمع الدولدة اي ولبا شركبها مدح بنام سيدا غاركا لولي هاي السمينار كان ما تعرفه بنا ومن المهم مهمية غاره أوله مدحوناها جمهورية جبوتي مدنى إسماعيل عمر قيلي وحاو هاد يتشار وكود داليا سيدي جبوتي أي إيران لهاد ويتش عصد الجديدة هي سيدا أوربا أوركيسو وحا كمدة إن جبوتي أي نقطة ودن تاريخ حتي إيا دقن وناكسن انتبالله دمان هولها لغو قرحيني لغو نعسبونيسين يقوبها ويوين المجالدة وحا يقيم كيهين استراتيجيات للحريرسن بي دي استيب لغو مقعابو وإلا الدورة لما تحقليو أتلويك مدحوينها جمهورية جبوتي مدنى إسماعيل عمر قيليه كسو ليسن بلعدة بريالك دقن كإيا ولغو مجالدة وحان كسوغ يفرطا أن فندقاني أتسيوك كتبا حان برناميشيو كلبوان وركا كلاي دالكا وحا كميدا مالين تقارب دافك لبغالان كا أدورك كاني عدا أيا مان تدلكي ما لبحو سل السند كان وحا هكو ديب لوقع تيدغال كابن عيدا إسكاشيدا بدغالا كاكني عدا وارينا ودخو سيساد وحانا هلو طيبوه إلا إيو لي حرومات أو كميدا حرومها بنا عفماد كا إي بلشدة مرادا لغح بو كاني عدا وغاردة عفماد كا يكو تلافتيها والقلو كلا الدوان أو قيبكا بدغالا كاكني عدا وحانا هولا سي كميدا قيبينتا مرادا كاني عدا لغح بو إي لو طيبوه qaybo kamid ah xarumaha dhinaca caafimaadka waxaana maradaasi la qaybiyay waxa taraysa haweenka uur kale iyo waliba caruurta ka yar 5 sanadood islaam maalintani waxaan wareysi la yeelanay mid kamid ah masuuliyiinta xagga caafimaadka lagu magacaabo Xaawo Xasan waxaana ay jiray fahay maalin dowladaha laga qusayo dhamaan jabuutina way qusaysaa taasoo maanta aan u talagalay dagaalanka ay tahay kanicada ee ila santarada 6 santar oo qamiga dalka gobolka Jabuuti inaan geyno musikaarada musikaaradaas oo ah mara kanicada dowladda la wadiibana markaas waxaan u deynay waayo waa santarada ay dadku ay ku badan yihiin ayna xamuulka kanicadu ay ku badan tahay ay xalis ay ku hayso weeyaan markaas waxaan siinay santarkii kasta waxaan siinay 200 oo musikaar waayo maxaa loo sheegay 200 ma badno laakiin haddana waxaan nidi markii ugu horeysay waa inaan horta geyno si dadku ay u fahmaan oo suuq la siiyo wadiibana dowladka oo kale iyo wakaarashan jirka yar waa maxaa labadaa la siinaya waa labada xanuunku xalis ku sii hayo waa labada daaf adiga oo haysan markaas inaan la siiyo ugu talagalay maanta oo ka faa'iideysano maalinta weyn ee la xusayo meel weli adduunka la joogo ay dhibaato ay kanacadaas ay ku hayso waxaan oran lahaa hooyooyinka hooyo walba oo uur leh hambo hooyo walba oo mashin jirka yar leh inay markay xumad ay dareento iyadu hambo ay ilmaheeda ka dareento inay si degdeg ah xarunta caafimaad ee u dhow ay timaado si halkaas ay ugu hesho mara kanicada aan geyn hadda wararka degmada gaar ahaan dalka Soomaaliya Muqdisho dagaalka u dhaxeynaya ciidamada Itoobiya oo kaalmeynaya kuwa dowladda ka soo horjeeda kooxaha ka biyadiisan joogitaanka ciidamada Itoobiya ayaa maanta madax la galay toddobaadkii labaad dhimasho iyo dhaawac iyo burbur inta badan oo geystay gees kale mas'uulaha dowladda Burundi ayaa sheegay in ciidamada Burundi ee ka tirsan ciidamada Midowga Afrika la doonayo in la geeyo Soomaaliya in ciidamada Burundi ay u socon lahayeen lacag la'aan dalka Faransiiska waxaa maanta si aad ah loo sugayay hadalka Faras waa bayri oo isagu waa murashi saddexaad ee soo galay kaalinta dhinaca saddexaad doorashada madaxtinimada Faransiiska rebelkii koowaad ee ka dhacay dhawaanka dalka Faransiiska isagoo la hadlayay taageerayaashiisa ayaa Faras waa bayri ma uu soo hadal qaadin Sagoleen ama Sarkozy mid ka taageerayaashiisu ugu baaqayo inay raacaan laakiinse waxa uu si gooni gooni ah u kala faalooday labada musharax ee Sarkozy iyo Sagoleen ee tartan ku dhaxeeyo maruu ka hadlay Sarkozy waxa uu ku tilmaamay bayri Sarkozy in uu yaalin aad u adag dhinaca Sagoleen waxa uu sheegay inay tahay fawayn xagga dimuqraadiyadda aad ugu dheereysa laakiinse waxa uu yiri hadalkayb kama dhigno Sagoleen u codeeya mar wax lagu weydiiyey isagoo cidda u siinaya codkiisa waxa uu yiri iminka ahaan
مؤوغي او مقر لي عدة سنة وقت كيدا وحبود اللي باود الغرب كاسبو سافسان فرانسيسكا واربح ونغسي داري عاوة دالكا ايو عالم كلاس عوتين تلبيشن كدبوتي ساتلتكا ايو انترنتكا وحاني يسري يا دمناتي با نبتقليو ايا ملابس